الشربات حلاوتي اعدام هارون. تعال يا حج اشرب الشربات حلاوتي اعدام هارون. ويا واد اشرب الشربات حلاوتي اعدام هارون. اللي انتوا عاملينها دي في ايه؟ اوامر الست رشيده نوزع الشربات على اللي داخل واللي طالع من الصفونيه. حلاوه ما المحكمه حكمت بالاعدام على هارون. فيها الخير رشيده، هات يا عم نشرب. وهات ده شربات هارون ينزل البطن يزغرد. اشرب الشربات حلاوه اعدام هارون. خبريه، كل دي بلاغات سرقه وسطو مسلح. فعلا يا فندم العدد كبير قوي. احنا دلوقتي بيجيلنا بلاغات كل يوم قد اللي كان بيجيلنا كل شهر قبل كده. واضح كمان ان عدد عصابات السرقه والسطو المسلح تضاعف قوي الفتره الاخيره. صحيح، لان اغلبهم من المساجين اللي هربت من السجون وقت اقتحامها، وبعض المساجين دول لجأوا الى اماكن متطرفه ونائيه وقدروا يحصلوا على السلاح اللي بيستخدموه في عملياتهم الاجراميه دلوقتي. بس انا ملاحظ من البلاغات دي ان تقريبا في عدد كبير من البلاغات بيتم بنفس الطريقه وتقريبا بنفس الاشخاص. الحاجة الوحيدة اللي بتختلف هي مكان العمليات. واضح يا فندم انه تشكيل عصابي كبير بيمارس نشاطه في اماكن مختلفة عشان يصعب علينا تتبعه والقبض عليه. او التشكيل العصابي ده بقى رؤوف هو هدفنا الفترة اللي جاية. تمام يا فندم. وعايز اقابل مجموعة من ضحايا التشكيل العصابي ده. جايز نقدر من خلالهم نوصل لمعلومة توصلنا القبض على المجرمين دول في اسرع وقت. ادخل يا هارون. هارون بيه. سبق وقلت لك يا حضرة الضابط اسمي هارون بيه. والله بيه باشا، ما عشمه وما بتفرقش لما يعلق رقبتك على حبل المشلاه. نصيحة مني يا هارون، تبلغ المحامي بتاعك يستعجل النقط عشان قعدتك في الانفرادي ما تطولش. اقفل يا ابني. الغاليين نخلص منك القديم والجديد يا نصر يا بنت الشيخ عبد الرحمن. ايه المنظر ده؟ معرفش، هتدلى شوف. صح، بس ما بتسلم عليك يا ستي وهتبقى تزورك قريب. يا مرحب يا مرحب. هما رجعوا من أسوان للجزيرة وبس ما كمان رجعت الجامعة. يا ألف بركة يا ولد. إن شاء الله هي رفع قضية طلاق على حمدان ونتخرج ونتجوز إن شاء الله. ده يوم المنى. جماعة قطعين الطريق عشان ما فيش سولار يحصدوا بيه محصولهم. والله باهي الخيبة التقيلة دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي يا ولد عم؟ قاطعين الطريق عشان ملاقيين السولار في المحطات نحصدوا بيه المحصول، يمكن يوصل لهم صوتنا. ويعني هو كده يعني هو اللي هينفع معاهم؟ متوكد انت؟ اللي عندنا قلناه. استغفر الله العظيم، يعني دلوقتي واحد رايح يغسل كلب، واحد عنده امتحان، عيال صغيرين مع امهم، واحده بنتها بتولد، واحد تاني راح يشوف ابوه العيان. في ايه يا واد عم؟ الله يرضى عنيك، هو ربنا جالك ده؟ كف الاذى عن الطريق يا واد عم. افتح الطريق يا واد عم. كفوا الاذى عننا الاول يا واد عم. الله يرضى عنيك، الله يرضى عنيك، ربنا ما يرضاش بك ده. افتح الطريق، افتح الطريق يا واد عم، افتح الطريق. ماشي. طب انا اللي هقول لك اللي بيمتحن ولا اللي عيان ولا اللي عيالها ولا اللي فيها ولا اللي بيها؟ انا هقول لك افتح الطريق محبة في رسول الله يا شيخ. عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
افتحوا الطريق يا رجاله. نشكر يا حاجة ربنا يبارك فيكم. هم طيبين بس ما فاهمينش. هم طيبين. عفوا انتوا عنا يا حاجة. مساء الخير يا صفينة زهانم. شناوي؟ انت ازاي؟ انا هوفر عليك اسئله كتير. انا خرجت بكفاله وان شاء الله هاخد براءه. براءه؟ المحامي بتاعي قال لي في خطا في اجراءات القبض عليا هيبوظ القضيه. احنا هنفضل واقفين ولا ايه؟ اتفضلي. انا ما كنتش عارف ان عندك قدره على الاقناع كده يا ستي. يا ولد ربك هو اللي يسرها. والله ما كنت مصدق ان الطريق هيتفتح في الليله دي. ربك كبير يا ولد عمي. هاتها جمايل يا رب. انا رحت زرت هارون في السجن. حالته تصعب على الكافر. اكيد حضرتك سمعتي ان هم ايدوا عليه حكم الاعدام للمره الثانيه. قريب قوي هيقابل عشماوي. انت ايه اللي جابك يا شناوي؟ بس برضو انا شايف انه كان المفروض تروح تزوريه. يعني بقول لك حالته صعبه قوي. برضو ما ردتش عليا. ايه اللي جابك؟ طبعا انا عرفت ان انت سافرتي بره مصر بعد ما قبض على هارون ولساكي راجعه من كام شهر. بس الحمد لله مفيش حد قرب ناحيتك ولا ناحيه شركاتك ولا مشاريعك ولا كمان مشاريع هارون اللي انت حاطه ايديك عليها. هو انت بتراقبني؟ لا طبعا يا صافي، انا بحب اطمن على اصحابي، ولما اطمنت قلت اجي بقى عشان اتفهم. فاهم على ايه؟ حقي. حقك؟ اه طبعا حقي. اظن ان انت ما نسيتيش انه في حساب لسه ما خلصش ما بيننا. حساب ما زقيتي عليا الراجل والبنت اياه عشان يلبسوني القضيه. انا عايز تعويض على اللي حصل لي. انت مالكش حاجه عندي. غلطانه. غلطانه جدا. انت شايف البلد مولعه ازاي؟ وكله بيتخف في رجلين؟ مجرد بلاغ بسيط قد كده للنائب العام يتقالوا بقى الناس اللي سرقت ونهب تراضي الدولة وحدش بيعرف عنها اي حد. انا ما بهددكيش يا صافي، انا راجل عملي جدا. انا تحت ايديا مستندات فيها مجموعة مخالفات وانحرافات عملتيها انت وهارون واللي اغلب ثروتكم بسببها. يعني مجرد بلاغ قد كده للنائب العام هتروحي في حديد. وحتى اصحابك اللي كنت معتمد عليهم انهم ينقذوكي كلهم في السجن. يعني هتروحي في حديد. هتروحي في حديد ومش بعيد كمان يتحفظوا على املاكك. شناوي انا مش عايز رد دلوقتي يا صافي ناس. خدي وقت فكري اسبوع اتنين ونتقابل نتكلم بعد كده. سلام. لسه هتقعدي؟ قوم يلا حضر لنا الوكل، انا مصاريف بطني بتصوصو. مش قادره يا سلم، وبعدين انا ما طبختش حاجه الصبح. ما طبختيش؟ ما احنا مش هنصوم. حضر لنا اي وكل والسلام. يلا حاضر. حاجه سريعه كده. حاضر ماشي. ايه في ايه مالك؟ انا ضايخه قوي يا سلم ومش قادره اطلب طولي. ما انت لازم ما تطلبيش طولك. فحت نفسك في الشغل ليل ونهار. ما انا ما ينفعش امشي من الشغل غير لما اخلص كل الحسابات. ما هو حسابات مش هتطير. خلاص اقعدي، انا هطلب اكل من المطعم اللي جنبينا. اقعد انت. سالم الحقني. ايه؟ ايه في ايه؟ لا امال. امال الحقيقه انا اسمحوا لي ابتدي بطرح ما لعله لا يغضب احد. يعني اتطلع انه لا يغضب احدا. احنا هنا قلنا وانا قلت شخصيا مش عايزين نخش بقى في قله ادب ومش عايزين نخش في كلام فاضي، مش عايزين نعك على بعض. البلد مش مستحمله، والحقيقه الاعلام بقى اسفل مستوى في البلد. انا اسف. الاعلام بقى وصل اعلى بيه.
صعبة جدا. مساء النور. صعبة جدا. وانا قلت الحمد لله تمام. الليلة دي؟ لا يا روح. طيب حاضر، مسافة السكة تكون عند حضرتك. اتفضل اتفضل. الدولة بتحب اعلام الزيطة وقلة الادب. ايه اللي احنا فيه ده؟ ده قادلنا من صباحية ربنا على الهم ده، استغفر الله العظيم يا ربي. بهتالي مرة يقطع الطريق، أنا مش فاهم فيه إيه. أنا برحمتك يا رب. أنا ما فهمش الأهالي بيتصرفوا كيفك ده. ده أنت شاغلة بحالها ولا إيه؟ اكفل.